طبعا انا ركب دماغي ان انا لازم اخش واكشف الناس دي عشان احنا صوت الحق. مش ممكن ان انا هجيب صوره واقعد اتكلم واشغل حضراتكم واشغل البرنامج والاداره دي كلها. فاحنا عشان عهدنا الله وعهدنا حضراتكم ان احنا نكون صوت حق كان لازم نخش حتى لو فيها موتي، وهي كان فيها موتي بالفعل. مفيش دكتور ولا اي لجنه بتجرؤ تخش هذه المنطقه. ارض اللواء معروفه طبعا، هم شايفيني النهارده انا مش هروح طبعا. بس القصه كلها مش مهم، بس انا هنقذ قد ايه؟ يعني سياده الريس بيعالج 100 مليون من فيروس تي وتحليلات وتكاليف للدوله في ظل ظروف ربنا اللي عالم بينا. والساده المسؤولين مش شاغلهم الموضوع ده. احنا نروح نهد بيت، نروح نعمل حاجه مخالفه، نقفل كافيتيريا. طب انتوا فين الوكر ده؟ انتوا فين العشوائيات دي؟ عماير مبنيه ببلاش، وضع يد، مهازل، مصانع جوه، مصانع الحمير حضراتكم اللي شفتوها، والخنازير دي والكلاب احنا بناكلها او بعض الناس بياكلوها، وفي افخم مطاعم. انا مش هذكر طبعا اسم المطاعم، بس ارجو بكثافه الحملات، لان احنا ما نزلناش الوكر ده من فراغ. احنا رحنا وقعدنا اسبوعين نتحرى. طب احنا عايزين نشتغل ونكسب، احنا بنخسر في ظل الظروف دي، نعمل ايه؟ قالوا لا ده في مكان في ارض اللواء في الحته الفلانيه. طبعا وانا رايحه وانا جايه الانتاج بشم ريحه كريهه جدا لم تتخيل. ايه ده؟ قالوا ده وكر للخنازير وللكلاب والممنوعات كلها، كل ما حرمه الله لك احنا مرخصين. طب احنا عندنا قانون بيقول ان احنا نذبح الخنازير، وعاملين سلخان وعاملين كل حاجه، بس بيتربوا في مزرعه نظيفه، والاخوه المسيحيين بياكلوها على راسنا، لكن ياكلوا حاجه نظيفه. لكن بالوضع والقذاره والمكروبات والزباله اللي بياكلوها دي، ده يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ فين سياده المحافظ؟ محافظ الجيزه؟ فين رئيس الحي يا سياده المحافظ؟ وسايب الناس بتموت وتاكل لحمه؟ يا ريت يا ريت خنازير بس، ولا كلاب ولا لحمه، فاسده كمان، ده الميت بيذبحوه. والاخطر بقى يا سياده المحافظ، وارجو نظره من سيادتك للشعب الطيب الغلبان المرضان، ان الخنازير دي لما بتموت بتتلقح عليكم. فين بقى السيد رئيس الحي او المسؤول او المهندس اللي بيشرف على الكمامه يوميا؟ ما بيشيلهاش. المفروض ده لما يموت يندفن عشان ريحته خطيره جدا.